طيب أستاذ طه الشربيني والد التلميذ نوير. أستاذ طه أهلاً بيك. أنا يا أستاذ وائل. ربنا يصبركم جميعاً. أنا معك يا أبا الله. وإن شاء الله يعني نواجه. الله ما شاء فعل. يعني دي مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نحاول حتى نشوف بعض فاعلي الخير إيه اللي ممكن يعملوه لابنك ضحية الإهمال الشديد. الحمد لله الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. نوير كم سنة يا أستاذ طه؟ نعم. كم سنة نوير؟ نوير عنده 9 سنين. 9 سنين. يعني منا 9 سنين ونوير 9 سنين. هو في سنة رابعة يا أستاذ وائل. في رابعة. سنة رابعة. هو بيركب القطر ده يوميا؟ يوميا. عشان يوصل للمعهد الأزهري. هو في بلد إيه؟ للمعهد الدين الأزهري بيلي. البلد عزبة السياح. بيركب محطة كفر الجريضة وبينزل في بيلي. التدافع القطر زحمة إلى الحد ده، التدافع اللي وقعه؟ انزحام جامد، انزحام. الناس اللي بيركبوا من محطة كفر الجريضة كتير، الطلبة كتار ومدرسين بيركبوا القطر وبينزلوا محطة بيلي، وفي ناس بتركب من بيلي بيسافروا لكفر الشيخ الكليات، طلبة ومدرسين، وبيبقى فيه انزحام والقطر ما بياخدش وقت. الناس بتنزح من الشبابيك واللبان، وده طفل نازل من يوميا بينزل على الرصيف، نزل بين القطار والرصيف، والقطر سحب. يعني السواق ما شافش نظر المحطة، ما مفروض يعني يبقى فيه وقت. لا، هو سقط فين بالظبط يا استاذ طه؟ بين الرصيف والقطار يا باشا. بين الرصيف والقطار. ما هو الناس قالت لي انا ما كنتش هناك. وبعدين القطر كمل مشي على رجله. القطر على رجله ازاي؟ لا يعني هو وقع بين الرصيف والقطر. الله يبارك فيك، نزل بين الرصيف والقطر. القطر اتحرك شوية كده، بطل رجله ودراعه وديه، والناس فيه ناس شدته. فيه طالب قال لي انا اللي شدته وانا اللي خدته وجريت على المستشفى على طول. فطبعا انا ما اعرفش، انا كنت هطلع القطر ده، كنت هركب معاه رايح بيلي. هو الواد 9 سنين وكل الاطفال كده بيروحوا في القطر من نفسهم. مفيش مدارس يا باشا، وفيش مدارس هنا. مفيش مدارس هنا، ده 5 عزب حوالينا ومفيش مدارس هنا. المدارس الابتدائيه وليه ازهري عايز اوديه الازهر. احنا اهل القران، وابويا حامل القران الله يرحمه، وانا حامل القران ونظر، وكنت موظف في ودني. يعني مفيش وسيله انتقال الا القطر. الله يبارك. القطار بقى الناس اطفال و لا ما فيش وسيله انتقال، وزحام شديد كمان. يعني لان الطريق ترابي. عايز اقول لكم انه المأساة دي موجودة في كل محافظات مصر، اللي هو التنقل من بلد لبلد، لانه في قرى كتير ما فيش فيها لا مدارس ولا معاهد، فالتلاميذ والاطفال والنشء بينتقلوا بهذا الشكل. طب هل احنا فكرنا في حمايتهم، في وسائل تقيهم وتحميهم من الموت بهذا الشكل؟ لانه 9 سنين هيعمل ايه ده في الزحمه؟ يعني كمان نقعد نتخيل هذا المشهد، ونوير بيقع ما بين الرصيف اللي تحت والقطر اللي ماشي، فيقوم القطر ياكل ويدهس قدميه واحدى ذراعيه. الحمد لله ربنا سلم انه نجا من الموت في كل الاحوال، ونشوف يا جماعه كل من يستطيع انه يعالجه باطراف صناعيه، يستطيع انه يخدمه، يستطيع انه يفعل شيئا لهذا الطفل اللي الحقيقه ملوش انه يستطيع انه يدافع عن نفسه، لا هيقدر يدافع عن نفسه ولا يعمل حاجه،
ولا يحمي نفسه من التدافع، والناس نازلة من القطار وهو هيقع، هيقع ما بين الناس ويفقد قدميه وذراع له بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا نوير يا استاذ طه، هنا الاطباء قالوا لك ايه؟ نعم، الاطباء قالوا لك ايه؟ قالوا لي ان شاء الله هيركب له الاطارف، هيركب له اجهزه وعلاجه، والمهم فيه اهتمام، الحمد لله فيه اهتمام يعني في المستشفى، وقالوا يعني تحت رعايتنا ان شاء الله ونوفر له كل الالتزامات ان شاء الله. وان شاء الله يعني كمان اللي بيسمعونا من الاطباء ومن فاعلي الخير يساعدوك كمان، بتوجه لك بالشو ان شاء الله. هيكمل تعليمه نوير، هيكمل ان شاء الله يا استاذ طه. ده اللي في نفسي الحمد لله، هيكمل وهنشوف الناس ازاي ممكن تتعاون معاه، يبقى في اطراف صناعيه، في كرسي متحرك ويتكفل به البعض عشان الله يبارك فيه. بتوجه لك بالشكر. المشكلة